نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، والف مبروك بوصيل لورين حفيده حضرتك. تحيات طبعا ليك كابتن ايمن، وتحيات لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا للنجم الكبير كابتن شريف عمنا، كابتن ماهر همام، وكابتن حشيش، وكابتن عرابي. مبروك يا كابتن. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، وانا يعني تهنئه جميله جدا جدا، بشكرك عليها كابتن ايمن. الله يخليك. وفعلا انا قبل ما اجي كابتن شريف الحمد لله ربنا رزقني بحفيده الحمد لله. لورين الحمد لله. نفس التاريخ اللي انا اتولدت فيه. طب حاجه جميله جدا جدا. لورين يا كابتن. لورين لورين الحمد لله. لورين دي هنقولها بعد كده الحلقه الجايه. النهارده انا عيد ميلادي وعيد كابتن لورين. الله يبارك فيك كابتن اسامه. فكنت حريص كابتن اشوفها، يعني شفتها الحمد لله عشان اجي احضر النهارده الماتش. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. واحتفاليه كابتن مش مباراه وديه كابتن اسامه. النادي الاهلي دايما عودنا يعني بالمساهمات في البطولات او الاحتفالات اللي هي الوطنيه او الاجتماعيه او الثقافيه. النهارده عيد الدفاع الجوي، بنقول يعني الدفاع الجوي النهارده والاهلي بيشارك، حاجه جميله جدا جدا في مشاركه النادي الاهلي. واحنا بنقول دايما الاهلي بيضرب المثل في الحاجات دي كابتن شريف، ازاي ان هو بيشارك في هذه الاحتفالات الجميله. فكنت حريص ان انا يعني اكون موجود النهارده في هذا الحدث الكبير. نورت الدنيا كده. الله يخليك يا كابتن شريف. سريعا كابتن ايمن، عشان الوقت، النهارده عندنا مباراه وديه وكان تحكيم من الحكم الدولي احمد الغندور. كان معاه على الخطوط حكم المساعد، كان في يعني طقم التحكيم كله من الشرقيه كابتن شريف، رضا جبر واحمد لطفي، والحكم الرابع كان اسلام صبر. على الرغم ان هي مباراه وديه كابتن اسامه، ولكن في حاله جميله جدا جدا انا هجيبها، وده اللي انا قلته عاوز اقوله كابتن ماهر. مش معنى ان هي مباراه وديه ان احنا ما نهتمش بيها. الغندور حكم كبير جدا جدا، ويمكن ادى مباراه النهارده رائعه، ولكن في حاله كان لابد النهارده نشوفها هنتكلم فيها، خاصة في موضوع إجراءات التنفيذ يا كابتن اللي هي بتاعة اللعب كابتن أسامة، اللي هي حصلت في ماتش الأهلي والبنك الأهلي. هروح الحالات ونشوف ونحكي في الحالات واحدة واحدة كابتن أيمن. نروح للحالة الأولى، نرجع تاني كده. بص، هو هنا في هدف طبعا في مرمى الدفاع الجوي كابتن. هنا مفترض احنا بنتكلم في القانون يا كابتن أسامة كابتن ماهر، إن أنا النهارده مش هستأنف، خليك بس معايا، مش هستأنف النهارده هذه الركلة البداية إلا لما يكون جميع لاعبي النادي الأهلي فين؟ نص ملعبهم. في نص ملعبهم. ده طبقا للقانون. دي اسمها حاجة إجراءات استئناف ركلة البداية. السؤال هو هنا الغندور عمل إيه؟ لما لقى هنا دي واحد، لا خليني بس لحظة التنفيذ بعد إذنك، اللعبة مهمة جدا جدا. هرجع تاني هنا، هقف كده. زي ما قلت كابتن أسامة كابتن شريف، إن المفروض لاعبي النادي الأهلي يبقى موجودين هنا في نص الملعب. هنا الغندور عمل ايه؟ لما عمل صفر عشان اللاعب يلعب ركله البدايه، لاحظ ان اللعيبه ديت موجوده في ملعب المنافس، وبالتالي هنا ما ينفعش هذه الاجراءات. فنمشي ونشوف هو عمل ايه. هنا عاد ركله البدايه ثانيه كابتن اسامه. لما عاد نمشي بقى ونشوف ثاني. ماشي، يلا 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 يلا، خلي الحاله تمشي بقى، خلي الحاجه تمشي. وما زاك لما عاد هو نفس الموضوع. السؤال هذه الحاله، واحنا قلنا اجراءات تنفيذ كابتن اسامه كابتن ماهر، هل هنا لو النادي الاهلي جاب جول بروتوكول يا كابتن؟ ما بهزرش يا كابتن بجد. لو النادي الاهلي النهارده جاب جول كابتن اسامه، وهذا التنفيذ يعتبر التنفيذ اجراءات خاطئه، لان يحتسب الهدف. لا، هل يحتسب الهدف ولا يحتسب الهدف؟ دي بقى انا اسالك فيها، لان دي كده خطا في القانون. دي يحتسب. لا، دي خطا في اجراءات تنفيذ مش في القانون. يحتسب يا كابتن. دي هي نفس اللعبه يا كابتن شريف كابتن حشيش بتاعه رامي ربيعه، اللي هي ايه؟ ركله حره مباشره. اتلعبت وهي ماشيه، المفروض يكون بيقول ايه؟ تتثبت وتلعب من مكانها. فهنا في خطا في اجراءات التنفيذ، وكان هناك خطا في اجراءات التنفيذ. السؤال هنا لو جه هدف، هل يتم احساب الهدف؟ يتم احساب الهدف، لان دي شغله حكم المباراه وليس الفار يا كابتن شريف. قلت لك ليس الفار، يعني الفار النهارده لو موجود ملوش علاقه بهذه الحاله، بس حبيت اكد ان دوت هو القانون، والبروتوكول واضح جدا في تدخل كابتن ايمن في الحالات. الحاله اللي بعد كده هنا حاله جميله جدا، ونشوف هنا ستوب. البعض هنا يرى ان هنا في بطاقه حمراء، صح كابتن؟ غطى تمام، وهو خارج. هات لي الزاويه المفتوحه من فضلك بعد اذنك، هرجع بس الزاويه المفتوحه خارج المنطقه المؤثره. هنقفل يعني، وهتقف لحظه ارتكاب المخالفه فقط. ستوب. ماشي، نمشي نمشي نمشي. ستوب بس هنا. السؤال يا كابتن، هنا هو هنا الحكم احتسب ركله جزاء.
طب هل هنا في بطاقة حمراء لهذا اللاعب اللي هو حارس المرمى عشان التغطية اللي حصلت؟ هل فرصة في هل لا خليك الله يخليك خليك معايا خلي بس اللعبة تبقى ثابتة عشان نوضح الفرصة المحققة من عدمها. تاني لحظة بس هل هنا في فرصة محققة للاعب؟ اه طبعا تمام؟ حتى لو كان هناك فرصة محققة كابتن أسامة طالما اللعبة دي داخل الصندوق يا كابتن حشيش والحكم هنا حسب ركلة الجزاء وهنا في تنافس خلي بالك هنا في تنافس من الحارس ان هو بيحاول يلعب وما لعبش وما نجحش في اللعب ولكن هنا خد رجل اللاعب هنا بتنزل العقوبه عشان من الحمراء للصفر عشان التنافس ولا عشان عشان التنافس عشان التنافس لكن مش عشان الغطا لا لا, لا 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 عشان التنافس احنا قلنا ايه امتى ندي كارت احمر يا كابتن لو هنا في فرصه محققه لو اللاعب شد او دفع او ما كانش في تنافس خالص ولكن هنا اصفر يا كابتن علي لطفي علي لطفي انا بتكلم في القانون يعني هنا ما فيش احمر ده اللي انا عاوز اقوله بس كده عشان هنا في تنافس من حارس المرمى علي لطفي عشان ما تبقاش يا كابتن يعني عقوبتين اقصى عقوبتين بالظبط كده هي بتنزل يعني انت حسبت ركله جزاء تقريبا يعني هدف وطرد يعني وطرد هتبقى حاجه قاسيه جدا جدا سريعا الحاله معلش الحاله اللي جايه يلا ونشوف هنا الحاله ديت هل في تسلل ولا مفيش نشوف هنا تمام هنا تسلل موجود يا كابتن اسامه وهنشوف هنا احمد مشى اللعب كتير قوي 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 نمشي 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 يعني اللايف ممكن رفع ساعتها وهنشوف الكاميرا رايحه فين هنا بقى هنا بقى كده طب ايه المانع يا كابتن ايمن يا كابتن ايمن دي حاجه مهمه جدا فين الكوميونيكيشن سيستم يا كابتن ماتش ودي ولكن انا كمساعد برفع بقالي فتره وعمال ازعق وبشاور يا كابتن احمد ان هنا في تسلل المفروض اكلمك لو في كوميونيكيشن مش هستنى اللعب يمشي في الفتره طب قال يا كابتن المساعد يقدر لو لقى اللعبه مشي كده راح منزل الراي ولا هو رفع يا كابتن هو رفع هنا طالما رفعت تسلل اه ممكن بس هو صمم بقى على قراره ان هي في تسلل اوكي يلا خلينا نمر بالحاله اللي بعد كده هنا حاله من الحالات المهمه هنا بيقول هنا على طول الغندور قريب صراحه والنهارده الغندور عامل ماتش كويس قوي 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 وهنا ادى انذار للتهور والتهور هنا كابتن هنا موجود والبطاقه الصفراء صحيح يلا يلا السؤال النهارده كابتن هنا الغندور دايما بتكلم في الدوري الممتاز عمل مباراه جميله جدا جدا وهذه مباراه جميله جدا جدا نتمنى لاحمد افضل موسم السنه دي ماشي فيه نتمنى للتحكيم المصري يا رب في اللي جاي يبقى يعني يؤدي بشكل شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز